من القصص اللي ما أنساها اللي أخبرني بها أحد من كان موجود في قلعة جنجي. والله العظيم آية وعبرة. السرداب القلعة ملؤوها بالماء لحد لإغراق المعتقلين. بدأ الماء يصعد شيئا فشيئا، تتخيل المشهد، مصابين فجأة تشوف الماء بدأ يدخل عليك من كل مكان بتدفق، لأن النهر حولوه عليهم، تخيل، فبتدفق كبير، وبدأ الماء يدخل من كل صوب، بدأ الماء منسوب الماء يرتفع شيئا فشيئا، وفي جرحى مو قادرين يقومون، فبعضهم يشيل إخوانه علشان لا يغرقون. بدأ منسوب الماء يرتفع، كل ما لو يرتفع. كان موجود شخص معهم معروف بالشجاعة، وحتى أن كان يحمل قائدهم، كان قائد هؤلاء المجاهدين اللي كانوا موجودين في قلعة جنجي، لأن كل الموجودين في قلعة جنجي كانوا مجاهدين. فهذا الشخص الشجاع كان معروف بالشجاعة، كان يحمل أحد إخوانه على ظهره جريح، فقال: يا إخوة، عرس جماعي للجنة. لأن الكل كان متوقع أن الجميع سيغرق. عرس جماعي للجنة يا إخوة. شايف هذا الشجاع البطل الذي قال هذه الكلمة العظيمة؟ ارتد في غوانتانامو. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. شيء مخيف.